مشي في الإيمان. الإيمان اللي قال عليه الرسول هو الإيقان بأمور لا ترى. الإيقان يعني التأكد من أمور لا ترى. هو مش شايف فين، لكن موقن إن في حاجة كويسة. زي جزء من تاريخ الكنيسة الجميل بدأ حينما أخذ الأنبا أنطونيوس عصاه ودخل جوه الجبل، أو عندما أخذ الأنبا بولا عصاه ودخل جوه الجبل. رايح فين معرفش، المهم إن أنا رايح ورا ربنا بس، لكن التفاصيل دي ما تهمناش.